ليكمل التحقيق. تحت هذا العنوان اجتمع مئات المواطنين والناشطين إلى جانب أهالي ضحايا انفجار المرفأ دعما للقاضي طارق البيطار الذي كف المتهمون يده عن التحقيق حتى إشعار آخر. خيبة جديدة تصيب الأهالي بعد توقف التحقيقات التي كان البيطار قد أعلمهم سابقا أنها اقتربت من نهايتها، لكن دعوى الرد التي قدمها نهاد المشنوق أتت بمثابة الصفعة للأهالي. خوفنا هو أنه يرجعوا يحطوا الملف مثل هيك، ملف كبير جريمة ومجزرة، يحطوها بالجوارير ويلفلفوا على بعض ويناوموا الموضوع وكأنه شيئا لم يكن، وكأنه إن جو عادي وما كأنه في شيء. نحن ما موتوا شهدائنا بس تحت الأرض، نحن عم بيموتونا نحن يلي فوق الأرض. عيب عليهم، ها التدخلات السياسية لازم توقف. طريق القضاء اللبناني طويل أمام عدالة تحقيقات انفجار المرفأ، فالسلطة نجحت بتنحية القاضي فادي صوان قبل أن تبدأ معركتها مع القاضي بيطار. اليوم القضاة مدعوين لعدم الدخول بلعبة المماطلة اللي عم فرز السلطة السياسية، وبالتالي البدء بالطلب بأقصى سرعة خلال 24 ساعة لإعادة الملف إلى القاضي بيطار ليتمكن من عقد جلسات قبل انعقاد دورة مجلس النواب. عم نشدد على إيد القاضي نسيب إيليا، اليوم التاريخ لن يرحم، لأنه أي قاضي عم يتخاذل بهذا الموضوع عم يقتل الضحايا، عم بيكون شريك بقتل الضحايا للمرة الثانية، عم بيكون شريك بتعذيب الجرحى، وعم بيكون شريك بمنع العدالة عن بيروت. لم يخلو التجمع أيضا من ناشطين اتهموا حزب الله مباشرة ومن خلفه إيران بتجميد التحقيقات. لأنه الاحتلال الإيراني هو اللي عم بيعرق للقضاء، لأنه الاحتلال الإيراني قبل ما يصير 4 آب انلقط بقبرص وانلقط بألمانيا وانلقط بالكويت وانلقط بست دول عم بهرب نيترات. النيترات أول مشتبه فيه هو الاحتلال الإيراني، ولما الاحتلال الإيراني بده يهدد القضاء يعني مذنب، لو بريء ما بيخاف من القضاء، كان هو بيروح على القضاء. تعامل السلطة في لبنان مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد لا تترك أمامهم خيار سوى المطالبة بتحقيق دولي. غنوة يتيم، العربية، بيروت.